إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا شباب في فيديو الأسبوع اللي بنقدمه لحضراتكم، اللي بنجيب لكم فيه تقرير بأسعار الطيور اللي بتبقى موجودة في سوق السيدة عائشة، وكمان حركة التداول وحركة السوق وحركة اللم. ونبتدي تقريرنا بحركة السوق، وحركة السوق اللي كان التداول فيه والحركة كويسة جدا، وما زالت الطلبية مفتوحة وما زال اللم شغال من التجار. بس نصيحة لإخواتي اللي متابعيني واللي بينزلوا السوق ينزلوا شغل زيادة عليهم زغاليل يسلموها، يا جماعة تمسكوا بحاجتكم شوية. الطلبية شغالة وما زالت الطلبية شغالة وبتتلم، بس التجار بتحاول توقع الأسعار دايما. كل سوق في أول السوق بيحاولوا يوقعوا الأسعار، فيا جماعة تمسكوا بحاجتكم شوية، لأن هما التجار بتلم منكم حاجتكم وبيكسبوا فيها. فما ينفعش إن التجار تبقى بتكسب وانتوا ترموا حاجتكم بالرخيص، حتى ما تجيبش تمن الاكل وتكلفة التربية. فلازم تعزز طيرك شوية وتتمسك بيه، لان التاجر اللي بيلم منك محتاجك، وكده كده محتاج شغل في الطلبية وهيلمه، وكده كده هو بيكسب كويس وبيصدر الطيور دي باسعار كويسة، بس هو بيحاول يوقع لك انت السعر، فتمسك بطيرك. ولازم انت كمان تستفاد زي ما هو بيستفاد اما طلبية تنطلق. ونتنقل بقى لأسعار الطيور، وأسعار الطيور نبتديها دايما بأسعار الأسترالي. والأسترالي كان السوق ده بيتلم ب75 جنيه، الزغليل والكبير كان ب95 جنيه، والعين الحمراء الألبينو واللاتينو كان الزغليل بتتلم ب95 جنيه، والكبير كان بيتلم ب110. أما الفالو فكانت الزغليل بتعمل 110، والكبير كان بيعمل 140 جنيه. والفلل كانت بتتلم الزغاليل ب250 جنيه، والكبير كان ب350 جنيه. وتركيبات الريمبو كانت بتتلم الزغاليل ب130 جنيه، والكبير كان بيتلم ب180 جنيه. والريمبو كان بيتلم الزغاليل ب400 جنيه، والكبير كان بيتلم ب600 جنيه. أما الانصاص فكانت الانصاص الزغاليل بتتلم ب250 جنيه، والكبير كان بيتلم ب400 جنيه. والانجليزة المستويات اللي نقدر نقول عليها انجليزة منها، المستويات العادية منها، كانت بتتلم الزغاليل ب1200 جنيه، والكبير كان بيعمل من 1800 ل2000 جنيه. وكده نكون خلصنا أسعار الأسترالي اللي كانت موجودة معانا في السوق. نتنقل بقى لأسعار الكوكتيل. والكوكتيل كان الصغير الزغاليل منه ب400 جنيه، والكبير كان ب450 جنيه، وكان عليه طلب كتير من التجار بالأخص الزغاليل. والحبشي كان بيتلم ب140 جنيه الزغاليل، والكبير كان بيتلم ب240 جنيه. والفون كان نفس الموضوع، كان بيتلم الزغاليل 140، والكبير كان بيتلم ب240 250 جنيه. أما الإزابيلات فالإزابيلات كانت الزغاليل ب225 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب325 جنيه، وكان ساعات بيوصل ل350 جنيه. والمصبعات كانت المصبعات ب250 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب350 جنيه. نتنقل للوايت فيس في الكوكتيل. والوايت فيس الرمادي كان الزغاليل بتعمل 300 جنيه، والكبير كان بيعمل 450 جنيه. والإزابيلات كان الإزابيلات الزغاليل بتعمل الإزابيل الوايت فيس كان بيعمل الزغاليل 400 جنيه، والكبير كان بيعمل 600 جنيه. والمصبعات الوايت فيس فكان بيعمل الزغاليل 400 جنيه، والكبير كان بيعمل 650 جنيه. اما الالبينو كوكتيل فكان 1100 الزغاليل، والكبير كان بيعمل 1600 جنيه 1700 جنيه. نتنقل بقى للروز. والروز كان الزغاليل الاخضر بتتلم الزغاليل ب180 جنيه، والكبير كان ب275 جنيه. اما اللاتينو روز فكان ب240 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب380 جنيه، وكانت في ناس بتطلب 400 جنيه. والالوان من الروز كانت بتعمل 175 جنيه الزغاليل، والكبير كان بيعمل 275 جنيه.
اما الاوبلاين اورانج فكان ب 550 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب 1200 جنيه، والالبينو روز كان ب 550 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب 1100 جنيه. نتنقل للفشر، والفشر الاخضر كان ب 200 جنيه الزغاليل، والكبير كان ب 300 جنيه، والاسبليتات كانت ب 200 جنيه الزغاليل، والكبير ب 325-330 جنيه. اما اللاتينو فشر فكان الزغاليل منه بتعمل 400 جنيه، والكبير كان بيعمل 650 جنيه، والالبينو فشر كان بيعمل الزغاليل 450 جنيه، والكبير كان بيعمل 700 جنيه. وكده نكون خلصنا اسعار الفشر اللي كانت موجودة معانا في السوق. بنتنقل لاسعار الجاوة، والجاوة الحبشي كان بيعمل 180 جنيه الزغاليل، والكبير كان بيعمل 250 جنيه، والفون كان بيعمل 250 جنيه الزغاليل، والكبير كان بيعمل 400 جنيه، والسيلفر كان بيعمل 200 جنيه، والكبير منه كان بيعمل 300 جنيه، والابيض في الجاوة كان بيعمل 200 جنيه الزغاليل، وب 300 جنيه الجوز الكبير الشغال. نتنقل لسعر الكناريا، والكناريا كانت الزغاليل بتعمل 350 جنيه الزغاليل منها، والكبير كان بيعمل الجوز الكبير الشغال 550 جنيه. ده طبعا بالنسبة للكناريا العادية. اما الحسون فكان الجوز منه الكبير بيعمل 500 جنيه، والزغاليل منه كانت بتعمل 350 جنيه، وطبعا ده سعر الحسون مش الصيد. بالنسبة لأسعار الزبرة، فالزبرة كانت الزغاليل ب70 جنيه، والكبير كان ب85 جنيه، والمدبوع كان الزغاليل منه بتعمل 180 جنيه، والكبير كان بيعمل 250 جنيه. نيجي لعصفور المينا، وعصفور المينا كان الجوز منه الكبير التفريخ المصري كان بيعمل 500 جنيه، والصغير 350 جنيه. بالنسبة لأسعار اليمام الياماسي، فاليمام الماسي كان الجوز الكبير بيعمل 350 جنيه، والزغاليل كانت بتعمل 200-250 جنيه. وكده نكون خلصنا أسعار العصافير اللي كانت موجودة في السوق. نتنقل بقى لأسعار البغبغانات، والبغبغانات نبتديها بالدرة الهندي، والدرة الهندي كان بيعمل الجوز 3000-3200، ده سعر الجوز الكبير الشغال، والصغير كان بيعمل من 2200-2400 جنيه. اما الدرة الامريكي، فالدرة الامريكي كان الجوز الكبير منه بيعمل 12000 جنيه، والروزيلا كانت بتعمل 4.5 الجوز الكبير الشغال، والسانكانيور كان بيعمل 9000 جنيه الجوز الكبير، والبغبغان السنغالي كان بيعمل الجوز الكبير الشغال 2000 جنيه. اما الكاسكو الافريقي فكان التفريخ المصري منه الحتة بتعمل من 12-15000 جنيه. وكده نكون خلصنا اسعار البغبغانات اللي كانت موجودة معانا في السوق. نتنقل بقى لاسعار الحبوب، والحبوب الدنيبة كانت عاملة 7 جنيه سعر الكيلو، والبلكم كان بيعمل 8 جنيه، والفلارس كانت بتعمل 17 جنيه. اما اسعار السلكات، فالعين الاسترالي كانت بتعمل 30 جنيه، والبركاديلو كانت بتعمل 40 جنيه، والكوكتيل كانت بتعمل 65 جنيه. وكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهاردة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وشكرا لكم.